اهلا بيكم بقى في مسابقه جديده، مسابقه ايه؟ المسابقه الجديده بتاعت العروسه ديت. احنا هندخلها النهارده مركز تجميل، هنشوف هنعمل فيها ايه يا رزو. صح، نختار العروسه دي. بصوا شكلها ايه يا ترى؟ احنا لازم ايه نخلو شعرها الاول، نعملها ايه؟ شامبو 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 شامبو. نعملها ايه يا رزو؟ شامبو شامبو شامبو. نعمل ايه؟ فوقيها فوقيها، فوقيها فوقيها، شامبو شامبو. كده نعمل ايه؟ نغسل شعرها بايه؟ بالميه. ميه 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 كده كده كده. ايه ده؟ الله الله جميله. طب يعني ايه؟ طب انا خفت. طب ما نغسل شعرها كده، انا مش فاهم. حرام، انا خفت. ايه ده؟ ده احنا عملناها خلطبيطه بالبتنجان. ولا بالصلصه؟ خلاص مش عارف. دي مين دي؟ دي عروسه جاكي بعد ما اتحولت. طب تعالى نعمل بقى ايه؟ نعملها ايه يا رازو؟ بايه؟ بالاستشوار. نعملها بايه؟ بالاستشوار. ثواني بعد اذنك نشوف رازو. لا بالاستشوار الاول. لا مقص. المقص؟ لا نعمل استشوار. قص وعص. لا نعمل استشوار. مش عارف ايه؟ ايه ده يا رازو ده؟ عفريتة. عفريتة؟ نعملها بالفرشة بقى. نعملها بالفرشة زي دي. تعال نجرب نعملها دي كده. انا عايز دي كده. استاذ حمد بقى هنعمل لها تصريحة، تصريحة العيد دي. احنا داخلين دلوقتي على ايه؟ على عيد الاضحى. وخايف لحسن تتاخد مني عشان يذبحوها. قصها؟ قصها؟ ايه؟ نعمل لها القصة. واو. اوه قصة قصة عجبتها. تبدأ صراحة بقى الجنب ده كده، تعمل لها شعرها كده. حرام. نام 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 واذبح على جزيرة حمام. نام يا شعر، نام يا حبيبي. ثواني ثواني ثواني. نعمل ايه؟ هنعمل لها حاجة حلوة دلوقتي. استنى، انا بشغل كده بعمل لها شعرها. انا عايز كل اصحابنا المشتركين معانا يقولوا رأيهم، هل انا بعرف اصرح واعمل ديزاين واعمل حاجات جديده ولا لا؟ عفريت. بص النونه بيقول لي عفريت، بقت عفريت. لا بص انا هظبطها دلوقتي يا نونه تبقى اموره. جد؟ دي نونه؟ اه لا النونه ده كله. استنى بص انا بلاش على من جنب كده. ده النون. ده النون ده النون. دي نونه؟ يا راجل. نونه هعمل لها شعرها كده. واو يا اصحابنا بقى. ايه رايك؟ حلوه. ايه كلمه حلوه؟ حلوه يا لينا؟ لا لسه لسه بدري. حط لها الاول ايه بقى؟ تيجي هنا؟ لا اقرا هنا. هو في اقرا هنا. ايه ده انت خليتها على الفيديو التاني؟ انا هنظبطها دلوقتي. ايه ده بيكبر تاني كده؟ انا دي نقص تاني؟ انا كنت بحسب الكريم ده بس هو اللي بي ايه بيحطوا كريم بس. طلع كريم بيطول. اه صحيت صحيت صحيت. ايه كانت نايمه؟ اه بصوا نعمل ايه بقى؟ تعالوا. لا مش هنعمل، مش هنعمل، نعمل لها شعرها ده من الاول. صوره شعرها. ايه رايكم؟ حلو. اه نعمل ده كده. اوه بصوا اصحابنا والقصه. نفس القصة؟ واو. تعالى بقى نعملها القصة حلوة. نعملها القصة جامد جدا. بص القصة بقى دي عملت ازاي؟ قلنا نعملها شعرها بقى جامد. نكونها كده. بصوا بقى هنلون ايه؟ ممكن تعملي شعري؟ ممكن اعمل لك شعرك. بصوا هنعمل ايه بقى؟ حاضر. تعمل حلو. انا بعرف اعمل حلو؟ انا دي يعني مش قوي. انت دي؟ لا قوي. لا انا بصوا يا اصحابنا بقى، انا عايز اخد رايكم بس. ماما انا عملت ايه في شعرها؟ ماما بس. انا حاضر يا بابا. واو انت استنى نعمل ايه بقى؟ انا حاضر حاضر. انا كيرا. وانت؟ انا
كبيره. انا كبيره. انت كبيره؟ ايوه. يا لهوي يا اصحابنا، انا عايز بس اخد رايكم. ايه رايكم بس في اللي انا ايه معانا عملته ده؟ انا كبيره. ايه رايك يا اصحابنا؟ حلو. بعرف اعمل ولا لا؟ بتاع. طيب يا اصحابنا، اللي عايز يعمل شعره انا مستنيه. ماشي، انا مستنيكم. عايز اخد رايكم. يلا بصوا يا اصحابنا، انا كده خلصت. انت غيرت الستايل. ايه رايكم؟ بصوا يا اصحابنا، اللي عجبه اللي انا عملته دوت، يا ريت ما ينساش الاشتراك واللايك علشان ايه؟ نعمل شغل جديد. ماشي يا اصحابنا، استنى تعليقاتكم وقولوا لي ايه رايكم في اللي انا عملته. باي باي يا اصحابنا، ومستنيكم في ايه؟ يلا هتقول لهم ايه يا لازو؟ اقول لهم باي باي. اقول لهم ايه؟ باي باي. باي باي. بص يا اصحابنا، اصورها عشان اخلي الالبوم ده عندي. الله يا اصحابنا، باي باي يا كل اصحابنا، ما تنسوش الاشتراكات واللايك.